الحياة جوية رعدية. نقدر نقول الرعود هذه اللي همت خلال هذا الأسبوع اللي فات ومازال الأيامات لهم جايين هي موسمية. نقدر نقول موسمية علاه؟ هذا هو الوقت تاع الرعود. علاه الرعود؟ كيفاش يتكونوا؟ يتكونوا لأنها لقاء ما بين زوج كتلات، هواء واحدة سخونة واحدة باردة، سي دو رونكونت دو ماستر ديفيرونت في الطبقات السفلى، حبي يقول ما بين 500 إلى 1500 متر، هما اللي يخلوا يتشكلوا بعد الرعود. وتهم همت اليامات دي 24 ساعة الأخيرة بعد المناطق تاع الهضاب العليا بسبيل المليتان، ولاية الصطيف، ولاية باتنا، ولاية أم البواقي، ولاية تبسة. هذا الشيء الطبيعي وش نتوقعوه برك تكون شوية صيانة، خاصة في بعض الأماكن في وسط المدينة، الصيانة تاع المجريات لابد يكونوا وجدوهم. نعم ستستمر خلال 48 ساعة اللي جاية، خلال هذه الليلة وغدوة إن شاء الله، في الليلة تاع غدوة إن شاء الله نرتقب دائما أمطار رعدية محلين تقدر تكون معتبرة على الهضاب العليا وخاصة المرتفعات الغربية الوسطى والشرقية، تقدر تلتحق ببعض المناطق الساحلية كجبال الأطلس البوليدي، جرجرة، أو جبال البابور بأمطار غزيرة.